حاجة جميلة إنك توصل الإحساس اللي جواك في رسم الناس تشوفه. بالظبط كده. كده عايزاك بقى تقولي الرسمة اللي معانا النهارده. من الرسومات اللي رسمها السريالي، أنا عامل كذا لوحة سريالية، دي واحدة من اللوحات يعني. كانت قبل كده كمان مقدم لوحة كانت فايزة في مسابقة كبيرة فاروق حسني وزارة الثقافة. عايزاك تتكلم عنها. ودي لوحة بتتكلم عن إن أنت جذورك وأصلك، الأصل البشري، أصل ترابي، متكون من عبارة عن مجموعة ناس. يعني الإنسان مش لوحده، الإنسان مش عايش في الكون لذاته، أنا عايش عبارة عن مجموعة ناس حواليا مؤثرين فيا، في ناس بحبهم، في ناس بتعلق بيهم في قلبي، هتلاقي القلب مجموعة من الأشخاص، في ناس في العقل بيأثروا فيا فكريا، أنا بقرأ قراياتي لمين، الكتب والمحتوى اللي بيدخل دماغي، فده كله تأثير في الدماغ طبعا بيقودك لإيه بقى؟ أنت في اتجاه الخير ولا في اتجاه الشر، في الجناح الأبيض ولا في الجناح الأسود، في أنهي اتجاه أنت ماشي، في طريق الظلمة ولا في طريق النور. تاني حاجة هتلاقي النظارة برضو أشخاص اللي هو لابسها، النظارة دي بتمثل الرؤية بتاعته، هو يعني شايف بعيون مين، أنا بشوف الحياة بعيون إيه، إيه اللي بنظر لها، أنهي نظرة، نظرة سلبية ولا نظرة إيجابية. فالشخصين البطل راجل وست في المراية في النظارة دول بيمثلوا الأب والأم، يعني هما اللي بيحددوا رؤيتي من وأنا طفل اتجاهي يكون ماشي إزاي، هما اللي بيوصلوك لمكان. هل الأهل دول مقصرين في حقك ولا يعني انت كشخص اتربيت صح، علموك صح، اسسوك صح؟ فالاهل دايما هم مراية وعيوننا اللي احنا نشوف بيها. حكايات في الرسمة جداً. يعني هي مش رسمة الواحد بيبص لها وخلاص، بس هي كل اللوحات بتاعتي اللي بتعالج مشاكل شخصية كده. يعني دي بتقاس، يعني عايز اوصل رسالة، مثلا اهلي مأثرين فيا لحد فين، شايفين الدنيا ازاي، الدنيا سودة، الدنيا دايما وحشة، ولا انا كويس وعايش كويس في افضل حال دايما. كل ما يعمل يعمل للخير. أكيد. انت مقتنع بده وعايشه ولا حياتك مثلا وافكارك السلبيه مخليك كاره حياتك وكاره وجودك وكاره الدنيا؟ تاثير الشخصيات اللي في حياتك بيبني ولا بيهدمك، بيوصلك لقدام ولا بيرجعك ورا، خليك متطور، خليك انسان مؤثر في المجتمع، حابب تعمل حاجه ولا لا؟ اكيد. طب قولي، يمكن في ناس بتقابلها تقول لك احنا مش فاهمين حاجه من الرسمه دي. اكيد كتير. صح، كتير جدا. اللوحات بشارك بيها في معارض، وفي ناس تفضل واقفه قدام اللوحه مش فاهم حاجه. يعني انا هقف قدام اللوحه، يعني انت قلت لي دلوقتي كميه معاني وحكايات اللوحه مش اي حد هيكتشفها، مش اي حد هيشوفها، وكل لوحات بتبقى كده. هي كمان فيها مرونه الرؤيه، يعني اللوحات السريالي بتبقى مرنه الرؤيه، يعني ممكن اي حد يشوفها يفهمها بشكل تاني خالص، يعني يبقى ليه وجهة نظر في اللوحة أو قرايتها، يقراها بشكل تاني أو منظور تاني. المهم إن الإحساس وصل، المهم إن فيها موضوع، فيها هدف أنا عايز أوصله، تقف قدامها مش مجرد شوية شخبطة ولا شوية ألوان وخلاص. طيب فده الهدف من الرسم بالنسبة معنا. كمان مجموعة من اللوحات يعني معانا كتير، عايزين كمان نشوفها ونتعرف عليها وتشرح لنا بقى الأفكار يعني زي الصورة اللي واضحة معانا. لوحة من لوحات الطابع الفرعوني طبعا، عشان احنا الاصل فرعوني بالنسبه لنا مصر القديم. في اللوحه دي بعبر عن ان الست هي ملكه متواجده على مر العصور، وفيها حواليها هاله من الذهب رمز القدسيه والنقاوه طبعا، ومش الست جايه في خيمه يعني، لا، هي ليها وضعها منذ الازل. الست هي الميزان، ميزان الحياه. ده سريع. يعني لوحه ثانيه برضو سريعه، سريالي برضو، الفنان دوستويفسكي الكاتب العظيم، مندمجه مع فان جوخ كده، كانت لوحه تاثيري. وده شغل اوردرات، يعني الشغل دي اللوحه بتاعت لا تيأس اللي كنت واخد بيها. دي ايه بقى؟ يعني ازاي هفهمها؟ اللوحه دي برضو سريالي نفس الفكره. هي في ايادي وفي حاجات مؤثره في حياتك ومحبطه ليك، وقيود مجتمع، عادات، تقاليد، اساليب. هتلاقي في الاخر في اساسيات بتربطك في الكون، الوقت، الزمن، الانذارات اللي بتحصل من ربنا للعالم، بتسمعها بتستجيب لها ولا بتاثر فيك؟ يعني بتسمع صوت ربنا في الاحداث ولا لا؟ اكيد. هي دي الفكره اللي انا عايز اوصلها. في الاخر مش هتلاقي حد منجي ليك في لوحه لا تيأس الا الايد اللي ممدوده للسماء، اللي هو الله المنجي لينا من جميع مواقف حياتنا.